اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونستقبل ضيوفي الكرام. كابتن احمد سراج المدير الفني لفريق 2000 دي النادي الاهلي. مساء الخير يا ابو الكابتن، منور. مساء النور يا فاروق، نورك دايما كده تشرفنا. الله يخليك، ده منوره باهلاوي وقناه النادي الاهلي المحترمه طبعا. الله يكرمك. واللاعب الصاعد الواعد محمد حسام، مساء الخير يا ابو الكابتن، منور. مساء الخير يا كابتن، مبسوط ان انا في قناه النادي الاهلي طبعا، ومع حضرتك طبعا شرف لاي حد يبقى موجود في المكان ده. تشجع ريال ولا برشلونه؟ لا، ريال مدريد. تشجع ريال مدريد؟ يعني واحد واحد لما بنزيما جاب الهدف دلوقتي مع بايرن ميونخ مبسوط؟ اه طبعا. طب انت عايز مين بقى اللي يقابل يعني ان شاء الله ليفربول لما يصعد نهائي، بايرن ولا الريال؟ لا انا عايز ريال مدريد، بس يعني انا بحب محمد صلاح جدا، لازم هو يعني. يعني انت هتبقى حبك للريال وده ناس كتير طبعا، ومحمد صلاح. لا محمد صلاح ده حاجه صلاح كبيره جدا طبعا. اه بالنسبه لك كنت متوقع محمد ان لعيب زي محمد صلاح يوصل اللي هو فيه ده؟ والله يا كابتن هو طبعا هو راجل بيجتهد في شغله وبيتعب كويس جدا وقريب من ربنا، فاكيد هيوصل للحاجه اللي هو عايزها. يعني هو طالما مركز في حاجه فهو اكيد ربنا هيكرمه في الحاجه دي. يعني عامل لك حاله انت وزمايلك جوه التمرين، وانتوا حتى كل يوم بتتابعوا طبعا، ما شاء الله بيمشي كويس وبيجيب اجوان، عامل لكم حاله حاسين ان انتوا في يوم من الايام ممكن حد فيكم يبقى مثلا زيه وممكن يبقى احسن منه؟ اه طبعا، هو يعني بيدي امل لاي حد ان هو يوصل للمكان، او المكان اللي هو عايزه هيوصل للاحسن كمان. يعني طول ما هو بيجتهد في شغله وبيتعب كويس جدا فاكيد هيوصل للي هو عايزه. دي حاجه من الحاجات المهمه. كابتن احمد برضو نفس الشيء، انت بتحب ريال مدريد جدا؟ طبعا، بس النهارده انا مش عايز ريال مدريد، يمكن عشان برضك عشان محمد صلاح. محمد صلاح بقى فخر لينا، يعني مش في مجال الكوره بس، يمكن محمد صلاح فخر في لاي وظيفه، لاي واحد عنده طموح، لاي واحد مجتهد، لاي واحد بيسعى. شايف حاجه حد بيشرفنا قدام العالم كله، بنتمنى ان اللعيبه دي فينا يبقى زيهم زي محمد صلاح. بتكلم اللعيبه يا كابتن على حاله محمد صلاح اللي عملها؟ والله انا بتكلم في كده، بس انا عندي هدف، يمكن انا مختلف شويه، ممكن ساعات بتكلم اه بس عن طريق الفريق الاول بتاعنا. يمكن دايما بحمس الاولاد في الحكايه دي، هدفك الاساسي هو ان انت تلعب في الفريق الاول، ومن خلال بقى الفريق الاول تخرج زي رمضان صبحي، زي تريزيجيه، محمد صلاح كده. لكن دلوقتي هتخرج هتعمل ايه؟ ما ينفعش. انت الهدف بتاعك انت. ومحمد صلاح نفسه خرج من الباب الكبير للنادي المقاولين ولعب في الدرجه الاولى، وبعد كده جاله موضوع بازل وانتقل. ده وضع طبيعي، والنادي الاهلي كمان بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا. يمكن مش هقول لا، ده النادي بينافس الانديه العالميه دي، ده حقيقي، اصلا نادي في افريقيا، فالطبيعي ان انت بتتشرف وبتتمنى ان انت تمثل النادي الاهلي في الفريق الاول، وده حاجه بزرعها في الاولاد زي ما انت اتربيت وزي ما انا اتربيت في النادي، وعارفين احنا بنعمل ايه وعارفين بنشتغل ازاي، فاحنا بنزرع فيهم الحكايه ان انا الهدف بتاعي الفريق الاول. طب كابتن احمد، موسم كان بالنسبه لك صعب، وتشرفت ان حضرتك طلعت معانا هنا في استاد الاهلي وتحدثت عن امرين في منتهى الصعوبه بالنسبه لاي مدير فني، انك ازاي تصنع ناشئ في نفس الوقت تاخد بطوله مع في نفس الوقت وانت بتعلم، وده اسلوب النادي الاهلي. ازاي قدرت تعمل كده السنه دي؟ ما شاء الله بنبارك لك على بطوله مواليد 2000 لهذا الموسم. يمكن الحمد لله، يمكن انا ما اتكلمت معاك يا كابتن في الموضوع ده بالذات، يمكن احنا اتربينا على الكلام ده، يمكن احنا اتربينا على البطوله، يمكن المركز الثاني او التعادل بالنسبه لنا في اي مباراه حتى لو كانت مباراه وديه بيبقى بالنسبه لنا هزيمه. يمكن الولاد عارفه كده كويسين، او في النادي كلهم مش فرقه 2000 بس، ده في القطاع كله. يمكن احنا كان الهدف بتاعنا ان احنا نطلع لعيب للدرجه الاولى، نحصل على البطوله. البطوله جزء من تكوين شخصيه البطل، وانا قلتها كتير جدا، معظم لعيبه النادي الاهلي بتكون بالنسبه لها التعادل زي ما قلت لك، يعني ما ينفعش. يمكن احنا بنزرع فيهم كده، هو ده الروح النادي الاهلي اللي احنا دايما بنتميز بيها، وده الحمد لله. يمكن في الولاد كلها، يمكن انا انت كنت وش خير عليا، انا كنت بطوله يمكن بدات معايا يعني بدايه سيئه جدا، الحمد لله بدانا نقف على رجلينا، بدانا نصلح الاخطاء، بدانا الحمد لله مع يمكن مع اخر مباراه الزمالك، الحمد لله اداء ونتيجه واولاد يشرفوا النادي الاهلي فعلا. وحسيت ان مجهود السنه كلها انا هبتدي من النهايه، يعني مش هاخد المشوار من اوله، لا انا هاخد الموضوع معاك من ماتش نادي الزمالك، 3 اهداف مقابل هدف، نتيجه كبيره كمان، هيفي سكور، بتلعب فرقه ما بينك وما بينها مفيش فرق في النقاط، وعليك ضغوط،
وابتدى الكلام ان الفرقه ديت ماشيه مش بشكل كويس وكل هذه الامور تعاملت معاها ونزلت كسبت، يعني ازاي برضو، وهاخد راي محمد بس اخد راي حضرتك الاول يا كابتن، ازاي تعديت للقاء ده؟ بص فعلا عندك حق، في يمكن فرقه الزمالك يمكن اميز فرقه عندهم في قطاع اتغيرت جدا عن السنه اللي فاتت، يمكن السنه اللي فاتت واجهناها وكسبناها 4-0 اتغيرت جدا، فرقه يعني منافس طبعا، وماتشات الزمالك اهلي والزمالك طبعا مختلفه جدا، يمكن هي بطوله لوحدها. ده الماتش كده عشان المشاهدين تبقى واخده بالها ان ده لقاء الاهلي والزمالك مواليد 2000 اللي فاز فيه الاهلي بثلاث اهداف مقابل. اتفضل كابتن. المباراه كمان في مجال يمكن التعادل كان بالنسبه لنا. الماتش ده كان فين يا كابتن؟ في الملعب الفرع لاستاد القاهره. ملعب الفرع لاستاد القاهره. يمكن الحمد لله الهدف الاول. طبعا. مين اللي احرز؟ محمد مصطفى اوكا. يمكن هو احرز هدفين في المباراه ديت. بيحتفل على طريقه كريستيانو اهو. وزياد طارق احرز هدف. ومين اللي رفع الاوفر؟ زياد طارق. انت بتعتمد يعني برضو شغلك كله الباك عندك لازم يكون عنده سرعه ان هو يعني يروح ويعدي ويرفع اوفر، دي حاجه انت بتعتمد عليه في كل جوانب. ويمكن الحمد لله احنا يعني كمدربين في النادي الاهلي يمكن بنحاول نطور نفسنا مع الطرق الجديده، يمكن حتى في مجال الناشئين. ده الهدف الثاني برضو اوكا. يمكن هداف كويس. راس حربه مميز، يمكن لعيبه كلها لعيبه محترمه. انتوا محمد كلكم بتحبوا ريال مدريد، كله بيحتفل زي كريستيانو. كمل يا كابتن، ادي الفرحه بتاعتك بالهدف. انت قلت لهم ايه بقى هنا؟ انت هنا اتكلمت معاهم عمال تزعق. ده كان في يعني يمكن انا في الدقيقه كان 77 والهدف الثاني، يمكن كنا الفتره قبليها ب 10 دقايق يمكن كنا مضغوطين شويه. فطبعا بديهم حماس، طبعا انا بحاول اخليهم يضغطوا من قدام يمكن. والحمد لله اتحقق كمان، يمكن بعديها بخمس دقائق او ست دقائق في الدقيقه 86 احرزنا الهدف الثالث، ويمكن كان من المباريات اللي الولاد ادوها بشكل تكتيكي كويس جدا، عملوا اللي عليهم الحمد لله. بعدين هي باين انها جمله، يعني الراجل اللي جاي له على البعيده ده مريحها عشان حد يكمل الكلام. ده كان بيتقال لكم في المحاضره يا محمد؟ طبعا يا كابتن، احنا بنستعد للماتش يعني من قبلها بكتير، فالحاجات دي كل اللي بيحصل في الماتش اكيد بنكون متمرنين عليها بقالنا فتره من قبلها، وكابتن احمد بيكلمنا دايما، يعني بيبقى احنا نازلين واخدين الثقه من كابتن احمد ان احنا ما بنقلقش من اي حاجه، احنا بنلعب لعبنا وبنأدي اللي احنا بنتمرن عليه في التمرين، فاكيد دي بقى حاجه كويسه ان انت نازل ما بتكونش خايف من اي حاجه، انت بتلعب لعبك في اي وقت الكابتن بيقول عليه فاحنا بنعمله، فلازم نبقى. طب انا عايز اقول لك بقى او اسالك كابتن احمد، ماتش زي ماتش فيصل يعتبر هو البطوله بالنسبه لكم، يعني قال لكم ايه في تحضير الماتش؟ يعني انا هتكلم طبعا في الشق الفني معاه، بس انا عايز اتكلم تحضير الماتش معاكم انتوا كان عامل ازاي؟ احنا طبعا احنا فرقه كفرقه الفي، احنا كلنا قريبين من بعض، كنا بنقعد مع بعض كتير. ده الهدف الثالث بس عشان ندي زياد طارق. ده زياد طارق لعيب كويس يا كابتن. اشول لعيب كويس حاجه يعني، وبعدين ما احتفلش زي كريستيانو، فده برضه جديد عنه، هو اشول وما عملش نفس الاحتفال. كمل يا محمد. يعني احنا قريبين من بعض جدا، فبنقعد نتكلم قبلها بفتره كتير، لان احنا لازم الماتش دوت، طبعا فرقه الزمالك فرقه محترمه، بس احنا لازم نعمل حاجه للنادي الاهلي طبعا، ان احنا لازم النادي الاهلي يبقى هو رقم واحد. فيعني لازم نبقى رقم واحد في اي حاجه، والكابتن بيكلمنا كتير ان احنا ما نقلقش من اي حاجه، ان احنا نلعب لعبنا وان شاء الله يعني ربنا هيكرمنا. طيب محمد عايز اسالك برضو، انتوا ما بينكم من بعض، ده الكلام اللي قاله كابتن احمد، انتوا ما بينكم من بعض، هل جمعتوا نفسيكم ورحتوا اتغديتوا بره، جمعتوا ماتش زي دوت ماتش مهم واللعيبه الكبار هنا بتبان شخصيتها، كان كلامكم ما بينكم ومن بعض ايه؟ لا احنا طبعا احنا عامه اي تمرين لازم قبل التمرين بعد التمرين بنقعد مع بعض كلنا، يعني في المكان اللي بنقعد فيه لازم كلنا نقعد مع بعض بنتكلم كتير، لازم نعمل حاجه للنادي الاهلي ولنفسنا ولازم ان احنا نبقى حاجه كويسه ونشرف النادي الاهلي يعني. طب كابتن احمد ما كانش بيخليكم تحتفلوا تزودوا في الفرحه، يعني حتى مع كل هدف يجي ويزعق فيكم، هل ده عشان ما تفقدوش التركيز؟ مش لا بس ان احنا نكون حاجة احترام المنافس بالظبط، يعني دي حاجه من الحاجات اللي كان دايما بيورس عليكم فيها. طب كابتن نرجع بقى لاداره الفنيه لهذا اللقاء، خاصه ان اللقاء زي دوت في ناس كتير بتعتبره ان هو لقاء زي الدرجه الاولى، انت مواليد 2000 بتاع مواليد 2000 18 سنه يعتبر، يعني معدل الجري عالي، القوه البدنيه عاليه، كل حاجه الناحيه الفنيه خلاص اللعيب بيبقى زي ما بنقول كده على وشك ان هو يستوي.
يمكن لعيب كمان 18 سنه ده يعني بيلعب اساسي درجه اولى كمان في بعض الاوقات. قبل كل ده مباراه الاهلي والزمالك دي بطوله لوحدها، يمكن حتى لو مواليد لو عندهم 9 سنين و10 سنين بيلعبوا اهلي وزمالك طبعا ده مع احترامنا لنادي الزمالك طبعا ما هو المنافس لينا يعني، فطبيعي ان احنا بنحاول على قد ما نجتهد في المباراه دي. يمكن فريق الزمالك انا حاولت يمكن لعبناها قبل كده المباراه الاولانيه في الدور تعادلنا مع 0-0، يمكن حاولت ذاكرت الفرقه او يمكن حاولت انقل القوه الهجوميه بتاعتهم عامله ازاي للعيبه، والقوه الدفاعيه نلعب ازاي، التكتيك بتاعنا يبقى باسلوب ازاي، يمكن حاولت الحمد لله وربنا وفقني ان نقلت صوره كامله للعيبه قبل المباراه خلال الوحدات التدريبيه الاسبوعيه قبل المباراه، قدرنا الحمد لله نحقق اللي احنا عايزينه، ربنا كلل مجهودنا كمان بالبطوله يعني غير بطوله اهلي والزمالك طبعا البطوله كمان ان شاء الله. انت غيرت التكتيك كابتن في الماتش ده؟ يمكن انا كنت بلعب 4-2-3-1 في الماتش ده لعبت 4-3-3 وبعدين الشوط الثاني عايز تمسك نص الملعب لان هم عندهم كمان يمكن فريق الزمالك عندهم مميزين قوي في قدام الاربعه اللي قدام الاربعه بيلعبوا بطريقه 4-2-3-1 يمكن الاربعه اللي قدام مميزين وسرع جدا، فانا حاولت دايما اضيق مساحات الملعب واحاول اخلي المدافعين دايما يبقوا قريبين من بعض عشان اضيق المساحات مع السرعات ما ينفعش لازم اقفله. الحمد لله الولاد نجحوا ادوا اللي عليهم يعني. وبعدين في حاجه من الحاجات اللي الواحد بياخد باله منها ان الثلاث اهداف بيمثلوا ثلاث حاجات في طريقه كره القدم. الكره الاولانيه هجمه منظمه، واحد بيعدي بيعمل عرضيه، واحد الفرد بيحط بدماغه. الهدف الثاني ضربه ثابته متفق عليها. الهدف الثاني الثالث هجمه مرتده، ودي الثلاث حاجات اللي تدي لك ان انت تكسب لقاء. انا مش بقول الكلام ده عشان كابتن احمد سمير يمكن حتى ما كانش متوقع ان انا اقول الكلام ده على الهواء، لكن ده شغل المدرب اللي بيشتغل اللعيبه اللي بتادي بتلاقي النتيجه ان المكسب والفوز بيجي بامر الله. كلمني عن بدايه الفرقه معاك وانت مدافع يعني عليك حمل تقيل وابتدى دلوقتي الفراوده اللي انت بتلعب عليها قوتهم البدنيه ومعدل جري عالي قوي. ايه ابرز الحاجات اللي كان كابتن احمد بيركز عليها معاكوا كخط دفاع لان اللي بيدافع كويس هو اللي بيكسب، فكلمني عن هذه الامور. بص حضرتك كابتن احنا اهم حاجه ان احنا طبعا الاربعه اللي ورا احنا لازم نبقى قريبين من بعض ما بنسيبش مساحات بيننا وبين بعض. لازم واحد يعني مثلا واحد الباك ليفت بيرحل لازم كلنا بنرحل وراه، كلنا بنغطي بعض. دي اهم حاجه ان احنا لازم نبقى احنا الاربعه قريبين من بعض. دي من الاهم العلامات اللي كان كابتن احمد بيركز فيها معاك. طب انت بالنسبه لك مين افضل يعني اكتر لعيب بتحبه في النادي الاهلي في الدرجه الاولى كسيرد باك؟ مثلك الاعلى كسيرد باك انا كنت بحب كابتن احمد حجازي طبعا. ليه؟ يعني عجبني طبعا شخصيته قوته ما شاء الله، الهيدرز بتاعه كل ده حاجه كويسه ليه يعني. طب وبالنسبه لحاجه من اهم المميزات انه بيعرف يعمل باس كويس كرة. طبعا وبيلعب كره يعني ما شاء الله بيلعب كره على الارض، دي مش في اي مدافع يعني دي مميزاه اكتر. وانت بتحب تبتدي هجمه؟ طبعا هو كابتن احمد طبعا هو معلمنا عامه يعني ان احنا ما بنلعبش الا لازم نبدا هجمه من تحت. مفيش ان هو مثلا واحد يشتت كوره او واحد يلعب كره طويله، لا مش موجوده كتير. وده يعني مثلا اغلب الفرق اللي بتلعب قدامك بتبقى بتدافع، فبتبقى بالنسبه لك بالزبط. انت لو ما عملتش كده هتلعب لعبهم بالظبط. اي فريق بيجي حاسين بالكلام ده؟ طبعا اي فريق بيجي قدام النادي الاهلي فان هو بيلعب حاجه كبيره طبعا، فبيجي ان هو طبعا بيبقى قلقان بيجي بيدافع شويه، فدي بتبقى حاجه ان برده ما بتساعدناش ان احنا بنهاجم قوي، ان هما بيجوا يقفوا ورا ما بتساعدناش شويه. بالنسبه لك بيبقى اكيد طبعا انت عشان اخر واحد في الملعب، هل في تواصل ما بينك وما بين الحراس سواء مصطفى شوبير او محمد طارق على طول وهم موجودين معاك بيتكلموا مع بعض كتير؟ طبعا هو يعني كابتن احمد على طول بيقول لنا ان اللي ورا هو اللي بيبقى شايف الملعب كله، فاكيد هو اللي ورا لازم اللي قدام ويسمع الكلام اللي وراه لان هو طبعا بيبقى شايف الملعب احسن يعني. فاكيد مثلا احمد طارق او مصطفى شوبير بيكلمني فانا اكيد بسمع كلامه لان هو اللي شايف احسن مني. انا برضو بكلم اللي قدامي فاكيد هو برضو بيسمع كلامي. الاثنين ديفندرات مين بقى هم؟ قول لنا كده عرفنا كده بقى. في محمد حجازي وفي حسين لطفي وفي مروان
اغلبيتكم شاركوا يعني يعني كله شارك في الموسم ده؟ اه ماتشات كتير كتير جدا. لان احنا لعبنا في الاول دوري المناطق وبعد كده دخلنا على دوري القطاعات، فيعني الفريق كله تقريبا شارك. يعني مين بالنسبه لك كان اصعب فرقه انت واجهتها؟ يعني هو كان احسن ماتش ان هو كان ماتش الزمالك، لسبب ان هو كان طبعا فرق النقط كان قريبين من بعض جدا. نعم. وتعادلتوا الدور الاول فعايزين تكسبوا بالظبط، وكان في اخر الدوري فلازم كنا نكسب الماتش ده عشان نبقى ناخد الدوري يعني. فده بالنسبه لكم كان اصعب ماتش، والدول بقى اللي انتوا قلتوا احنا هنكسب هنكسب بالظبط. ده كان حواركم في اوضه اللبس؟ اه طبعا قبل المباراه. ارجع لك كابتن احمد، كنت برضو اتكلمت معاك بدايه الموسم ازاي هتشكل فرقه، فقلت انا هحاول اشكل فرقه تكون عمود فقري للفريق الاول النادي الاهلي، وفي نفس الوقت هنافس على البطوله. البطوله جت، هل حسيت ان انت في هذا الموسم ومشاركه العديد من النجوم المواهب اللي هيكون ان شاء الله نجوم في المستقبل، عندك ناس تقدر تكون فعلا في الدرجه الاولى؟ يمكن على الفرقه دي، فرقه 2000، يمكن مبدئيا المسؤولين لما بيتكلموا معانا كمدربين في قطاع او مسؤولين على فرق، الهدف الاساسي لقطاع الناشئين هو لعيب للفريق الاول، فهم يمكن اساس كلامهم كده. احنا بقى الهدف بتاعنا ان احنا برضك مع طلوع لعيب او اثنين او ثلاثه دايما بيبقى طالع كامل متكامل، يمكن من تمارين لشغل لبطوله عشان يبقى متعود على البطولات. يمكن ده هدف، الهدف بتاع الكلام بتاع المسؤولين عننا في النادي الاهلي. نعم. مبدئيا بقى فرقه 2000 بقى لها 4 سنين معايا، الحمد لله 4 سنين بطولات، يمكن من الفرق اللي في قطاع مميزه، والقطاع طبعا كله مميز، يمكن في فرق مميزه ولاعيبه مميزه. رابع سنه الحمد لله، ثلاث بطولات جمهوريه والبطوله بتاع القطاعات. انا مش هقول لك اسامي لعيبه، يمكن انا بتمنى من كل قلبي ان الفرقه دي في لعيبه كتير منهم مواهب وفي لعيبه كتير مميزه، ويمكن بنقول لجماهير النادي الاهلي طمنوا، طبعا قطاع الناشئين مليان مواهب، الفرقه دي كمان ان شاء الله هتلاقي مجموعه كبيره مميزه ان شاء الله. طب كابتن، انت بتحب تلعب كوره يعني، ده فكرك، هل اللعيبه عندك بيحبوا لعيبه كوره اكتر، ولا عندك سرعات اكتر، ولا انت عندك مزيج من كل حاجه؟ المدرب يعني في مدرب بيفكر في بدايه هجمه من تحت، مدرب بيلعب بالطويل، دايما الدنيا بتتغير. يمكن احنا الحمد لله وقطاع الناشئين في النادي كمان بيدينا الميزه دي، ان احنا اول باول بنطلع الجديد، بنتفرج على المباريات بره، بنتفرج، بنحاول ناخد نستفاد ايه الجديد في الكوره. يمكن ولو ما عملتش كده هتحس ان انت متاخر كده بصراحه. يمكن والله انا بدور الفتره دي مثلا ان انا اطلع دوره تدريبيه، ده اشوف الجديد في مجال الكوره في القطاع. يمكن انا عملت من فتره، سافرت بره وعملت معايشات مع فرق، بشوف قطاع الناشئين ماشي ازاي. يمكن انا بحاول على قد ما اقدر اجتهد وبحاول اشوف الجديد. الكوره دلوقتي مزيج من كل حاجه، يمكن بدايه من تحت، قوه، سرعه، ان انت تبدا تطلع بالكوره، تحضر، ان انت تضغط عليه من قدام، ساعات بتعمل زون ديفنس، ساعات الحاجات دي موجوده في الكوره. يمكن بحاول على قد ما اقدر الولد ياخد كل حاجه. انا بقول لك بقى لهم فتره معايا، يمكن الحمد لله يمكن بنتائجنا ان الولد خدوا كل حاجه ان شاء الله. لسه المرحله الجايه بقى ان شاء الله ربنا يكرمهم مع الفتره الجايه ان شاء الله، هتلاقي كام واحد في الفريق الاول ان شاء الله. طيب محمد، انت جبت كام جون السنه؟ 4 جوان كلهم بالدماغ؟ يعني ضربات ثابته ولا بقى يعني كلمنا عنها؟ كانوا كلهم ضربات ثابته. وبتحب ان انت تطلع تجيب جول؟ طبعا بتفرق معاك تبقى طبعا، يعني دي بتميز المدافع اكتر لما يكون بهداف وبيلعب بدماغه كويس، فدي بتفرق معاه وبتخليه ان هو يبقى اعلى اكتر يعني. طب والكابتن احمد بيركز على الضربات الثابته معاكم؟ احنا بنتمرن عليها طبعا، يعني بنتمرن على الضربات الثابته دي كتير. طب ومين بتنافس حد من الفراوده في موضوع الضربات الثابته ده؟ يعني بينا وبين بعض كده. مين بقى اللي بيكسب؟ لا هم اللي بيكسبوه؟ ينفع كده؟ ما ينفعش. هو ما شاء الله النادي الاهلي في مواليد 2000 اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع، عنده 41 هدف ودي نسبه كبيره تبين لك طريقه اللعب. ودايما الارقام زي كابتن احمد سراج ما تحدث ان الارقام لا تكذب، من الرقم هتعرف طريقه الفرقه دي ماشيه ازاي.
8 تجوان عنده 41 هدف في 14 في 13 مباراه في 13 مباراه بيبين طريقه اللعب وطريقه واسلوب وفلسفه النادي الاهلي في كل القطاعات وفي كل الفرق من اقل فرقه عمريا لفريق الدرجه الاولى في النادي الاهلي. نفس الفلسفه بنفس الطريقه احلى كره في مصر واحلى كره في افريقيا. التباين الكبير ان انت ما بينك وما بين اقرب منافسينك انت 11 جون، هل ده بيرجع هروح ليك يا كابتن احمد في هذا السؤال، هل ده يرجع على فلسفتك في طريقتك الهجوميه انك جايب 41 واللي اقل منك 30؟ ما انت الطبيعي دلوقتي النادي الاهلي اي فرقه زي ميدو قالها الفرقه دايما بتبص النادي الاهلي جاي زي ما بيتقال لنا كان زمان من مدربينا الكبار ان بيجي عايز يثبت نفسه اللعيب ملمع الجزمه جاي عايز يثبت نفسه للنادي الاهلي ان هو يمثله. فطبعا بتلاقي كميه المدافعين او الزون ديفنس بيعملوه او الحاجات دي دايما بنقابلها بطريقه هجوميه. يمكن النادي الاهلي دايما يمكن انا بقول لحضرتك بحضر من تحت وبحاول اطلع بالكوره بجتهد ان انا على قد ما اقدر ان انا يبقى كوره هجوميه. كوره هجوميه ان احنا النادي الاهلي تعودنا على كده، احنا تعودنا تعادل ما بالنسبه لنا خساره. فالحمد لله يمكن الاربع سنين معدل الاهداف شوف. طب انت كام لعيب عندك كابتن احرز اهداف؟ لا احنا بنعتمد على الكره الجماعيه يمكن نعم. بس كل ما العدد يزيد يا كابتن كل ما قوتك الهجوميه بتزيد. يمكن السنه دي مين هداف ممكن ما شاء الله مدافع قاعد معايا جايب 4 اهداف. وخلي بالك السرد باك الثاني برضك جايب 5 اهداف خمس بالتالي يعني منهم ضربات جزاء بس جايب 5 اهداف برضك. يمكن وعندنا الباك ليفت مصطفى الياس يمكن جايب 4 يمكن الحمد لله ده بيدل على الكره الهجوميه بتاعتنا ان احنا دايما بنلعب كره جديد دايما بالنسبه لنا. المدافعين عندي هدافين اهو ودي حاجه مهمه جدا وبتفرق. ووجود سعد سمير في الدرجه الاولى واحرازه الاهداف دائما داعم للنادي الاهلي. ونرجع نتكلم في هذه النقطه المهمه للغايه، ولكن الاول هنطلع لتقرير كابتن عمرو بن مجد رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وايضا مساعده كابتن خالد جد الله وهما بيتحدثوا عن فريق النادي الاهلي مواليد 2000. نطلع ونشوف ونرجع ونكمل كلام. انا بهني اللعيبه وبهني الجهاز التدريبي وبهني كل المدربين اللي جم النهارده. يعني حاجه جميله ان تلاقي مدربين القطاع كلهم، اداريين القطاع كلهم، اللعيبه بتاعه الفرق الاخرى جايين في ملحمه تشجيعيه جميله جدا. عوده الروح اللي كانت يعني منخفضه شويه في السنوات اللي فاتت او حاجه، ولكن انا بقول النهارده عادت الروح الاصيله للاعب النادي الاهلي اللي بيها تقدر تكسب سواء كنت كويس او مش كويس. انت شايف المباراه راحت وجات وهروب من هنا وهنا وهنا، ولكن في النهايه الروح الاكيده هي اللي خلت هذا الفريق يكسب وهي خلته يفوز بهذه البطوله. الحمد لله رب العالمين. البطوله الثانيه اللي خدناها السنه دي بعد بطوله 2001 تتويج لمجهود سنه كامله بالنسبه للقطاع وبالنسبه لكل الناس اللي بتشتغل في القطاع وبالنسبه للعيبه والجهاز الفني بتاع فرقه 2000. منافس قوي نادي الزمالك، فرقه كويسه، فرقه محترمه، عندهم لعيبه كويسين جدا، ولكن لعيبتنا بروح الفانيلا الحمراء وبالالتزام والتنفيذ الخطه اللي حطها سراج قدروا ان هم يكسبوا 3-1 ويكسبوا البطوله بفارق 4 نقاط، وده تتويج لقطاع الناشئين بالحصول على البطولة الثانية بعد بطولة 2001. الفرحة حلوة وكلام مهم جدا للكابتن عمرو بن مجد كابتن خالد جد الله وهم على راس القياده الاداريه والفنيه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. والفرحه حلوه انك بتشتغل شغل وبتبتدي تحقق فيه نجاحات، وده
اسلوب وطبيعه النادي الاهلي في كل قطاعاته. ده اللي الخطه اللي بيحطوها الرؤساء وبينفذوها اللاعبين وايضا المديرين الفنيين اللي بيدوا للعيبه طبعا التعليمات الفنيه اللي بتتنفذ او بتنفذ في الملعب، وفي الاخر انت بتحرز بطوله. البطوله ما هيش مجرد انك بتلعب ماتش او ماتشين وتكسبهم وعشان اسمك النادي الاهلي وخلاص، لا، في فكر كبير جدا وتخطيط كتير جدا، وبنقعد نعيد ونزيد في هذا الكلام، ان يعني انت عشان تعمل قطاع ناشئين وتبني هيكل، الهيكل ده لازم يكون مدعوم بشغل وتخطيط وعمل وجهد وعرق من اللعيبه عشان تكلل بالنجاح. منظومه كبيره جدا يا كابتن احمد في قطاع الناشئين هذا الموسم صراحه في كل المواسم، وما بتكلل بالنجاح بالفوز بالبطوله بتفرق. ممكن ابدا معاك بكلمه دكتور عمرو، طبعا رئيس قطاع الناشئين بيتكلم ان احنا فعلا روح واحده وايد واحده، يمكن كلنا في قطاع لعيبه ومدربين بنوقفين جنب بعض، يمكن فعلا كل المدربين والاداريين وقفوا جنبنا بالعمال، يمكن في مباراه الزمالك احنا كلنا كده في القطاع كله ايد واحده، يمكن الحمد لله الحمد لله ان شاء الله، وكمان ان احنا مميزين في روحنا، يمكن هي دي النادي الاهلي. النادي الاهلي مميز دايما، كلنا بنفكر في 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 الرقي الفانيلا اللي احنا بندافع عنها. يمكن انا بشكره كمان دكتور عمرو على اللي عمله معانا ان شاء الله، وبنحقق مزيد من البطولات ان شاء الله باذن الله. محمد، انت انتقلت نادي الاهلي، او ازاي تم تعاقدك مع النادي الاهلي، او ابتديت مشوارك ازاي مع النادي؟ انا كنت لعبت سنه ونص في نادي بور فؤاد، نعم، وبعد كده سنه 2011 رحت النادي الاهلي. ازاي بقى، كيف تم الانتقال؟ يعني كان كابتن خالد شعيب كان بيمرني في النادي بور فؤاد ده، وبعدين خدني وداني، كان اول يوم رحت ساعتها كان في الاكاديميه، كان اول يوم، وحتى كابتن احمد سراج كان هو اللي موجود ساعتها، هو اللي كان شافني. نعم. ف يعني هو حد يعني ساعتها قال لي ان انت تلعب في النادي الاهلي، ولفت الايام وكابتن احمد يعني بقى مدربي دلوقتي. وبعد كده يعني هل بقى نقاك عشان انت ما شاء الله طويل القامه، ولا عشان بتعرف تباصي، يعني كان ايه السبب؟ يعني انت ما عرفتش؟ والله يا كابتن انا اصلا يعني انا ما كنتش بلعب مدافع دي خالص، كنت بتلعب مدافع خالص. وبعد كده يعني بس كان في الاختبارات كده كان شويه، فانا كنت يعني من تحت كده، فكنت بقى ايه بلعب من تحت كده. فبس فلعبت ماتش ودي وكنت بلعب مدافع في الماتش ده وكنت كويس فيه، فمن ساعتها بقى. انت كنت بتلعب اصلا، بتحب تلعب ايه؟ انا كنت بلعب ديفندر اصلا. يعني انه خط وسط مدافع، وفجاه لقيت نفسك في هذا المركز وما قلتش لا؟ كان حلم حياتي ان انا اكون جوه النادي الاهلي، دي حاجه يعني حاجه تشرف اي حد. طيب حسيت بايه لما قالوا لك انت معانا؟ انا يعني طبعا ما كنتش مصدق نفسي، لان انا ما كنت يعني انا من صغري وانا بحب النادي الاهلي جدا، ويعني كان نفسي في يوم من الايام ان انا اكون موجود في المكان ده. وايه اللي حببك في النادي الاهلي؟ يعني انا من صغري بحبه، يعني شايف فريق محترم، فريق بيكسب، فريق بيجيب بطولات، فدي حاجه حببتني فيه جدا، بقيت مشجع قوي يعني. بالظبط. فلما انتقلت، طب اول تمرينه بالنسبه لك حسيت بايه وانت لابس بقى تيشيرت النادي الاهلي وبتلعب ودخل القطاع؟ لا طبعا كان احساس ما يتوصفش عامه، يعني كده كان احساس حلو جدا طبعا. طيب في لعيبه من توقيت اللي انت انضميت فيه موجودين معاك لحد دلوقتي؟ طبعا كتير. لا ده كتير جدا. يعني مين قولهم؟ يعني في الوقت اللي انا دخل يعني رحت فيه كان معايا. انا عايز اعرف مين اقرب واحد ليك، انا هقعد الف فضول لغايه لما اعرف مين اقرب واحد ليك. لا انا كان معايا يعني في الفتره دي كان فارس، كان برضو يعني تقريبا بس قبلي مثلا اسبوع ولا حاجه. وفي حسين برضو كان بعدي يعني جينا مع بعض. الكلام ده من 8 سنين او 9 سنين. ده من 2011. 7 سنين. بتفرق معاك ان انت متربي جوه القطاع، انك بقيت حاسس بكل حاجه بتحصل جوه النادي، عارف يعني ايه قيمه القميص النادي الاهلي؟ طبعا النادي الاهلي حاجه ثانيه، يعني النادي الاهلي بيعلمك دايما ان انت تكون رقم واحد، ان انت تكون ان انت يكون ما ينفعش تبقى حاجه، يعني لازم تبقى فوق دايما. التعادل ده بالنسبه للنادي الاهلي ده حاجه خساره مش موجوده في اي نادي ثاني، فدي بتفرق طبعا في شخصيه اللاعب، يعني حتى في اي وقت ما ينفعش تتعادل، لازم تكون كسبان، لازم طبعا دي بيد ربنا طبعا، بس لازم ان احنا بنجتهد ان احنا ما ينفعش نتعادل اصلا، يعني بتدي لكل الجهد وفي الاخر النتيجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. طيب بتلعب بلاي ستيشن كتير؟ انا مش دايما بصراحه.
بتلعبوش بلاي ستيشن؟ لا مش دايما. امال في اوقات فراغكم بقى في النادي بتعملوا ايه؟ في المعسكرات او ممكن في المعسكرات بنلعب بلاي ستيشن ساعات. بس هو اللي بيهربها ولا مين؟ ايه هو اللي بيهربها ولا مين؟ لا لا في 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 غيره كتير. بس هيتم القبض عليه. طبعا. لا يعني في العادي واحنا قاعدين في النادي انا اصلا يعني ببات في النادي. فيعني بنقعد مع بعض عادي، نهزر مع بعض، بنضحك مع بعض. طب كده. انا عايزك، انت قلت نقطه مهمه جدا كنت تحسس فيها مع دكتور عمرو ابو مجد، موضوع الاستراحه اللي موجوده هناك وراحه اللعيبه في النوم وفي الاكل وفي كل. قول لي بقى القطاع بيوفر لك ايه وانت يعني قاعد جوه القطاع؟ يعني خلاص بقيت سكنك هو قطاع الناشئين من الاهلي. لا هو يعني هو مكان كويس جدا، ويعني بيساعدك في حاجات كتير، ان انت ما بتسافرش وبتيجي، ويعني ان انت قاعد جوه النادي، فدي حاجه بتريحني كلاعب، ان انا ببقى يعني ببقى نازل التمرين وانا حاسس برعايه مستريح وانت بالظبط يعني كل حاجه كويسه جوه يعني. المكان اللي بنبات فيه لا كويس، المطعم اللي بناكل فيه كويس، فكل الحاجات دي كويسه جدا. طب وموضوع الدراسه، انت دلوقتي في سنه كام؟ ثالثه سنه. بتقدر توافق ازاي ان انت بتجتهد في تمرينك وفي نفس الوقت انت عندك دراستك؟ اكيد مش هتسيب. ما يعني بحاول ان انا على قد ما اقدر ان انا يعني بعد التمرين بذاكر شويه بس. لا وفي النادي كمان بيوفر لهم، والنادي دروس يعني بيجيب لنا دروس، يعني بنطلب الدروس فبتجي لنا على طول. بيبقى جوه المكان اللي بنبات فيه. طيب هو المدرسين بيبقوا اهلاويه ولا؟ اكيد. لازم اللي يخش اهلي يبقى اهلاوي لازم. كابتن احمد، اهم النقاط اللي كانت موجوده بالنسبه لك السنه دي في خلال الموسم، حضرتك اتكلمت عن النهايه والبدايه، عايزين نتكلم على المرحله الانتقاليه. ابتدت النتائج تبقى الى حد ما في البدايه سلبيه، ازاي قدرت ان انت تقف على رجلك مع الفرقه وتبتدوا بقى نغمه الفوز تعود وتتصدر جدول البطوله؟ يمكن انا هي مباراه واحده بس في بدايه القطاعات. نعم. يمكن احنا بدانا زي ما قلت لحضرتك في الاول ببطوله المنطقه، يمكن الحمد لله تصدرنا جدول الترتيب بفارق كتير عن المركز الثاني، ما تعادلناش يمكن مباراه، يمكن كسبنا كل المباريات. بدايه دوري القطاعات برضك كذلك، يمكن الهزيمه الواحده هزيمه بس في اول السيزون هي بس اللي كانت بدايه، طبعا ظروف تانية خالص، الفرقه ما عرفهاش، الولاد كانوا مش في فورمتهم في اليوم دوت، كانت هي دي البدايه اللي انا قصدي عليها. لكن انا ده في وسط الموسم، يمكن في بدايه. انت في نقطه اثرتها مهمه جدا والى حد ما ممكن تبقى مشابهه لما يحدث الان في الفريق الاول، حينما يحدث يعني بطلق يعني سوء حظ غير موفق مش يومهم، في بعض الاوقات ممكن تحصل نتيجه سلبيه تعادل او خساره، بتتعامل ازاي؟ هل بتبقى متسرع في قراراتك؟ بحاول اشوف الغلط فين دايما. يمكن انت بتتكلم اي فرقه في العالم، بس مبدئيا اي فرقه في العالم بيجي لها وقت معين لازم تبقى مش هتفضل على طول في القمه يعني، او مش هتفضل على طول في مكسب. يمكن انا هتكلم على الفريق الاول حاجه هتشرف يعني، حتى لو ماتش او ماتشين دي مش حاجه سلبيه. يمكن ممكن ان الفتره دي مش فورمتهم اللعيبه، مع ان هم ادوا اداء عالي جدا، ممكن يبقى الولد اللاعب في تفكيره في حاجه تانية، ممكن يمكن في بطوله افريقيا، فبتاثر عليه حاجات عوامل. يمكن انا كمدرب بدور على الحاجات دي السلبيات وبحاول اعالجها على قد ما اقدر. يمكن انا في الولاد الصغيرين برضه كذلك، يمكن بدور ايه سبب المشكله عشان تحل المشكله. طبعا ما انا في فتره زمنيه بين المباراه والمباراه او البطوله والبطوله، بحاول على قد ما اقدر بخرجهم من الجو اللي هو فيه واحده واحده، يشدوا حيلهم. ودايما الحمد لله لعيبه نادي الاهلي صغيرين وكبار بتلاقيهم بيرجعوا بسرعه في فورمتهم. احنا اتربينا على كده، حتى لو النهارده اليوم مش يومك، ان شاء الله الفتره الجايه تعدي ويحقق اللي هو عايزه يعني. ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا. انا هطلع فاصل قصير وهنرجع مع حضراتكم مره ثانيه، وكلام مهم جدا عن احوال قطاع الناشئين في النادي الاهلي. اوعى تروح بعيد عشان النادي الاهلي حاجة.
ربنا كرمنا النهارده بالمجهود والتعب وقرينا فرقه الزمالك قراءه جيده الكابتن سراج والكابتن زكريا، وكنا عارفين كل نقاط القوه والضعف، والحمد لله انا بشكر مصطفى شوبير واحمد طارق ومحمد اشرف والحراس اللي لعبوا معايا واتمرنوا معايا السنه دي وتعبوا معايا وعملوا موسم كويس الحمد لله. احنا اقل فرقه داخل فيها اهداف، هم 7 اهداف، والحمد لله النهارده بنلعب مباراه القمه مع نادي محترم نادي الزمالك وقدرنا نتغلب عليه في البطوله الخاصه بين الاهلي والزمالك. وبشكر اللعيبه على الاداء وعلى المجهود، بشكر مصطفى شوبير على كل اللي انا كلمته في المباراه الحمد لله اداه، وربنا يكرم ان شاء الله وباذن الله يبقى خير للفريق الاول هو واحمد طارق. الاثنين الحمد لله بيتمرنوا بقوه والاثنين ماشيين بخطه ثابته وربنا يوفقهم باذن الله. وبشكر اللعيبه كلها والف الف مبروك للجهاز والدكتور عمرو ابو المهدي. احنا تعبنا وربنا كان جهودنا بالنجاح. انا بشكر اداره النادي الاهلي كلها وبشكر كل الجهاز بتاعنا. الحمد لله احنا تعبنا وربنا كان جهودنا بالنجاح، وحقيقي انا يعني مش عايز اقول الموسم فعلا كان شاق جدا، لكن انا نرجي كل شيء الى الله سبحانه وتعالى، ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى. وبشكر كل جميع القائمين وبشكر قطاع الناشئين دكتور عمرو كابتن سراج كل الجهاز اللي معايا، انا بشكرهم ان هم كانوا متعاونين معايا جدا جدا، انا بشكرهم كل الناس اللي بشكرها شكرا جزيلا. ده مجهود قطاع كامل بقياده الدكتور عمرو ابو المجد والكابتن خالد جد الله. يعني احنا بصراحه يعني ما اقولكش احنا تعبنا الموسم ده جامد، وانت يمكن كنت موجود معانا دقيقه بدقيقه وساعه بساعه وبيوم بيوم في الشغل اللي احنا كنا بنعمله. بصراحة الحمد لله يعني ده فضل من عند الله سبحانه وتعالى، إنجاز ما بعده إنجاز. الحمد لله ده كله فضل لربنا الأول، وبعد كده أرجع للكابتن أحمد سراج والجهاز الفني كله، عشان كلهم كانوا واقفين جنبنا وكلهم كانوا محفزيننا، حتى في أصعب الأوقات الكابتن أحمد سراج كان بيسندنا. والحمد لله يعني على البطولة وإن شاء الله مزيد من البطولات بإذن الله. الحمد لله طبعا في الأول وفي الآخر إحنا بعد طبعا فضل ربنا. أنا أي حتة أقولها وكل مرة أقولها، اللعيبه دي لعيبه رجاله، كلنا تعبنا وكلنا تعهدنا من اول يوم ان احنا هنجيب البطوله دي للنادي الاهلي، وفعلا وعدنا واوفينا. طبعا بعد فضل من ربنا وفضل من اللعيبه دي وفضل من الجهاز الفني ما بخلش علينا بحاجه، عملنا فتره كويسه جدا، عملنا كل اللي قدرنا علشان نجيب البطوله، وفعلا ده اللي حصل للنادي الحمد لله. الحمد لله طبعا الحمد لله بشكر ربنا واشكر اللعيبه واشكر الجهاز الفني وبشكر كابتن عمرو مساندنا في كل وقت. الحمد لله احنا تعبنا كتير السنه ديت، والحمد لله ربنا كرمنا في الاخر بالبطوله الحمد لله. الفرحه حلوه الصراحه، وكان باين ان في جماهير، وماتشات الاهلي والزمالك في الناشئين بيبقى فيها جمهور، ودي حاجه من الحاجات. محمد كان احساسك ايه بقى وانت بتلعب ماتش مهم قدام نادي الزمالك وماتش فيصل وفي جمهور بالنسبه لك وانت ناشئ؟ لا بيبقى احساس حلو جدا طبعا ان انت بتلعب تحت يعني جمهور، الناس بتتفرج عليك فانت لازم تبقى كويس قدامهم، بيبداوا يعرفوك من الحاجات دي. وطبعا قناه النادي الاهلي اما بتذيع الماتشات دي فالناس بتبدا تعرف يعني مثلا مين محمد ده او مين مثلا زياد مين مش عارف، فبيبداوا يعرفوا من الحاجات دي فبتبقى حاجه كويسه. انت في حد من قرايبك جم؟ والدي ووالدتي واخواتي واصحابي جم. اصحابك؟ اصحابي. جبت الشارع كله يعني. كله. طبعا اكيد بقى مع كل هدف للنادي الاهلي كانت الدنيا في الملعب طبعا بتتقلب يعني. طبعا. كنت حاسس بقى بدعم الجمهور كده على طول وانت جوه القطاع في النادي الاهلي؟ طبعا يعني انا بشوف على اي حاجه على الفيسبوك على الانستجرام على الحاجات دي، فبشوف الحاجات دي كتير جدا، وعلى قناه النادي الاهلي برضو بشوف، فحاسس بالموضوع ده. طب وانت لعيب جوه النادي بيمثل لك ايه جمهور النادي الاهلي؟ جمهور النادي الاهلي حاجه كبيره وجمهور كتير جدا ما شاء الله، يعني اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا نسعد الناس دي، ان احنا نعمل اكتر حاجه نقدر نعملها عشان الناس دي تكون مبسوطه. الناس دي بتتعب مع النادي الاهلي وبتروح وراه ماتشات، فاكيد ما بتكونش عايزه ان هي تخسر او تتعادل. لما بتشوف الجمهور في الملعب وبتشوف الجمهور في المدرج وبتشوف الجمهور هو موجود عندك بيساندك ومعاك وانت مثلا لسه ناشئ، بتحس بان النادي ده مختلف؟ طبعا النادي الاهلي ليه شعبيه كتيره يعني ما شاء الله في افريقيا كلها مش في مصر بس، في افريقيا كلها يعني رقم واحد في افريقيا. فدي ناس كتير طبعا. طب بالنسبه لماتش النادي الاهلي في الدرجه الاولى تقول ايه لجمهور النادي الاهلي اللي رايح الماتش؟ اقول لهم ان طبعا النادي الاهلي يعني من اول دقيقه لاخر دقيقه تشجيع يعني. النادي الاهلي يعني اللعيبه بيعملوا اقصى جهدهم ان هم يسعدوا الناس دي، ف
فطبعا يعني بتتفرج في على الماتشات دي بتبقى على اعصابك؟ اه طبعا انا بحب النادي الاهلي جدا يعني ببقى مجنون كده ف يعني بحب النادي الاهلي جدا. طيب انا سالتك مين المدافع قلت لي حجازي، مين اكتر لعيب بقى في النادي الاهلي انت بتحبه؟ لايك في المجمع بحب كابتن حسام غالي. حسام غالي اتأثرت ان هو قرر الاعتزال؟ اه طبعا ما فيش حد ما تأثرش بالاعتزال كابتن حسام غالي. طيب يعني بتحبه ليه؟ ايه السبب اللي خلاك تحب كابتن حسام غالي؟ يعني شخصيته يعني شخصية مختلفة عن اي لاعب قائد في الملعب. نعم يعني خبرته طبعا محدش يقدر يتكلم عليها. نعم فكل الحاجات دي يعني حبيباني فيه بصراحة. وبتحس كده ان هو قائد طبعا بتفرق يعني انت مثلا عندكم مين القائد اللي معاكم في فرقتكم؟ عندنا مصطفى شوبير. مصطفى شوبير بتسمعوا صوته بقى كلكم؟ اه طبعا بتحسوا بيه هو بيحرك بيكلمنا كتير طبعا يعني كل ثانيه كل دقيقه لازم بيتكلم معانا. والفرقه مثلا لو هي لحد ما مثلا متراجعه كلام كابتن احمد ما بيتنفس بيبقى له تواصل معاك؟ اه طبعا يعني هو يعني كابتن احمد طبعا بيقول لنا دايما ان يعني كابتن الفريق زيه بالظبط يعني هو كابتن احمد اللي بيقوله فاكيد لازم نسمع كلام كابتن الفريق يعني وده بنبقى باحترام بيننا وبين بعض يعني. طيب هل ده بتحسوا ان الفرقه وهي يعني متجمعه او ملتفه على يعني حوالين بعض يعني بتبقى تحس ان انتوا ايد واحده ده بيعديكوا كل الصعوبات اللي قدامكم؟ اه طبعا اي فريق مترابط مع بعض بيبقوا قريبين من بعض فاكيد بنشيل بعض يعني فدي حاجه بتخلينا ان احنا كلنا نبقى حاجه واحده بنقرب من بعض فبنبقى يعني بنقدر نوصل اللي احنا عايزينه ودي اهم حاجه. كابتن احمد بصفه عامه هل بطولة القطاعات 2000 السنة دي كنت حاسس ان هي من انجح البطولات بسبب طول المنافسة حتى لاخر ماتش؟ يمكن حاجة مميزة يمكن بطولة القطاعات يمكن بعد بطولة الجمهورية يعني. يمكن انا بتمنى دايما عشان تطلع اللعيب للدرجة الاولى مش في الاهلي بس بقى في الاندية كلها ان انت دايما بتحتك بالفرق كلها تعمل بطولات زي الجمهورية والقطاعات. يمكن بطولة القطاعات كان فيها الزمالك وادي دجله المقاولين نجوم المستقبل مصر التامين كان في فرق مميزه يمكن فرق مميزه بطوله الجمهوريه الانديه كلها بقى يمكن انا بتمنى دايما ان انت تعمل بطوله الجمهوريه بتطلع لعيب مميز بتطلع لعيب للدرجه الاولى المميز في جميع الفرق. انت عايز تطور الكوره تبداها من تحت تبدا من البراعم بعديها الناشئين الشباب دي حاجه انا بتمناها من كل قلبي ان انت مش هتعرف تبني فريق اول غير عن طريق اللعيبه الصغيره دي ويعني البطولات دي الحمد لله بتطلع لعيب كويس فدايما بتمنى ان اتحاد الكوره والمناطق دايما مسؤوله لان دايما بطولات الجمهوريه هي دي المعارك اللي فعلا تطلع لعيب مميز لمنتخب مصر ولعيب الفريق الاول. طب كنت بتواجهوا ازمه التسنين ازاي؟ لا دي حاجات كتير قوي يعني طبعا ان انت تشك في لعيب لوائح المنطقه ولوائح اتحاد الكوره يمكن البراعم ما فيش تسنين فيها التسنين بيتلعب بعد بطوله البراعم لكن المزور ده حاجه تانية يمكن احنا لو في لعيب مزور او حاجه بنحاول على قد ما نقدر دايما بنبلغ الجهات طبعا اتحاد الكوره بنقدم الشكوى ما بنسيبش حقنا يعني. بس انت في نفس الوقت بتكلم مع لعيبتك بشكل تاني انا هلعب وهكسب سواء بقى مزور مسنن مش قصدي صح؟ دايما هل ده اللي بيحصل؟ طبعا حتى في مباريات الاعداد لينا مع الفرق احنا بنلعب سن اكبر مننا وساعات بنلعب فرق درجه اولى يمكن كتير قابلنا الكلام ده وقلت لحضرتك مباريات الوديه زي الرسميه عندنا يمكن احنا الهدف بتاعنا واحد ماشيين في الخط بتاعه بنقدر نحققه يعني مزور مسنن ده مش شغلنا يمكن في اوقات معينه مثلا لو حصل حاجه ولا الكلام ده بنحاول نبلغ طبعا لان اللعيب ده بياخد حق مش حقه يعني. طب كابتن احمد هل في تواصل ما بينك وما بين اولياء الامور خاصه ان انت اللعيبه اللي معاك اصبحوا خلاص يعني بنتكلم على يانج بروفيشنال او محترف صغير بتتكلم على رجاله يعني خلاص كل واحد فيه ابتدى يحس بنفسه في مكانه في النادي الاهلي يحس بنفسه في مركزه في الملعب بتتواصل ازاي مع اولياء الامور؟ لا يمكن في السن الكبير بتبقى التواصل مع اولياء الامور نادرا يعني يمكن ممكن في البراعم في السن الصغير ان مثلا بيسال على ابنه ما بيلعبش ليه طب في حاجه ناقصاه بيعرف من المدرب
لكن انا عن طريق السن الكبير ده طبعا انا بتكلم مع اللعيب وهو ساعات بين اللي ولي الامر يعني. انت يا خلاص انت انا معايا راجل معايا لعيب محترف خلاص طبعا انت بتهيئه للحياه دي. يمكن انا جاي بقى عايز اقول لك محمد حسام من اللعيبه اللي مضت عقد يعني خلاص يعني بقى ما شاء الله. يعتبر دلوقتي محترف فالاحتراف ما فيهوش بابا وماما والطبيعي انا من نوعيه الناس اللي كمان اللي ما بحبش احتك بولي الامر احتك ان انا اتكلم معاه الكره في الملعب والولد لو عايز انقل حاجه مثلا الولد في البيت انا بتابعه شخصيا لو في حاجه بقى طبعا خرج عن النص او الكلام ده ببدا اعالج الكلام ده. هو انا سؤالي كان بيشمل اخر اجابه لحضرتك في نفس الوقت عشان ندي للناس والجمهور ان في ناس تقول لك 18 سنه ده صغير لا 18 طبعا. سنه ده خلاص اصبح بالنسبه للنادي الاهلي وارد جدا في اي لحظه ان هو وحتى كان كلامي في المقدمه ان في اي وقت هتبقى في الفريق الاول طبعا. هل بتتكلم معهم في هذا الامر يا كابتن؟ انا قلت لحضرتك الهدف بتاعنا هو ان انا اطلع لعيب في الفريق ويمكن معظم كلامي مع دايما انا بقول لحضرتك الفرقه دي بقى لها 4 سنين يمكن كل سنه بنحدد هدف بنمشي عليه يمكن كان في كان اليوم منتخب كنت بحدد معاهم حاول توصل على قد ما تقدر المنتخب لانه كان سن صغير السنه دي والسنه اللي فاتت يمكن بحاول على قد ما اقدر وبحمسهم ان انا الهدف بتاعي دايما تركيزك ان انت تبقى الفريق الاول ان انت تمضي عقد ان انت تمثل المنتخب الشباب اللي معمول دلوقتي والحمد لله يمكن في 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 لعيبه بتطلع الفريق الاول طبعا لسه محتاجين احتكاك شويه بس دي حاجه كويسه ان انا بحمسهم ان هو يبقى الهدف بتاعه هو الفريق الاول. محمد هل متوقع ان انت يتم استدعائك للفريق الاول في اي وقت تتمرن؟ ممكن ان شاء الله. ولما حدثت مع زميلك مثلا مصطفى شوبير يعني كان مردوده ايه عليكم؟ لا دي بتدينا دفع ان احنا في اي وقت ممكن نبقى في المكان ده وطبعا يعني بتبقى حاجه كويسه ان واحد من الفريق بتاعنا ان هو يكون في الدرجه الاولى يعني بتبقى يعني بتدي صوره كويسه للفريق بتاعنا ان هو يعني في لعيبه كويسه في الفريق ده فدي حاجه بتبقى كويسه لينا برضه. هل حاسس ان انت متشاف؟ حاسس ان انت تحت المنظار؟ حاسس ان انت لازم تركز لان في اي وقت ممكن يعني دلوقتي مثلا النادي الاهلي في بعض الاوقات ممكن يبقى عنده اصابات كتير في الدفاع واللي بيحصل مع ايمن اشرف فانا عايز اسالك ايه رايك في اللي بيعمله ايمن اشرف السنه دي؟ لا ايمن اشرف ماشي كويس جدا مع النادي الاهلي يعني من اول ما جه وهو ما شاء الله ماشي كويس جدا. طب هل اللي انت شايفه في الدرجه الاولى هل بيديك حافز ان انت تجتهد اكتر بحيث ان انت ممكن في يوم تكون جوه؟ طبعا انا اصلا يعني حلم اي لاعب في القطاع الناشئين ان هو يكون في الدرجه الاولى دي اول حاجه. ويعني كابتن احمد بيكلمنا فيها كتير ان احنا لازم نكون في يعني نجتهد على قد ما نقدر ان احنا نلعب في الدرجه الاولى يعني دي حاجه تشرف اي حد. طيب محمد انا عايز اسالك قبل ما اختم معاك طموحاتك ايه مع النادي الاهلي؟ طموحاتي ان انا العب في الدرجه الاولى دي اول حاجه وان انا يعني اجيب بطولات مع النادي الاهلي يعني واسعد الجماهير طبعا. ومفيش اي طموحات ثانيه؟ زي اجيب كام بطوله يعني؟ كام بطوله؟ هوصل في البطولات ان شاء الله. يعني كم بطوله؟ لا مع النادي الاهلي ما بيقفش على البطولات يعني ما شاء الله. انا عشان كده قلت ايه عايز تجيب بطوله واحده لا طبعا لا. طيب كابتن احمد بصفه عامه ناخد رايك فيما يحدث مع النادي الاهلي خاصه احنا تحدثنا عن الفريق الاول ومحمد الان بيبتدي يجهز نفسه عشان في يوم يعني لاحقا ان شاء الله يكون موجود. شايف الموسم دوت بالنسبه للكابتن حسام البدري الفريق الاول ازاي؟ بص مبدئيا يمكن انا قلت لك عوامل كتير يمكن كابتن حسام قالها بعد مباراه الزمالك وبعد مباراه الاسيوطي عوامل كتير ممكن بتبقى مثلا من اصابات لتفكير لعيبه ان خايف يتعور للتحكيم يمكن من انا مش عايز اخد في حاجات فرعيه يمكن المباراه الاولى من الزمالك يمكن اللعب على الكوره برجوله مش بالشكل ده يمكن احنا واجهنا كتير قوي يمكن من اول تلت ساعه تخيل انت لو في لعيب اتطرد منهم كان الماتش هيبقى بالشكل ده. نعم. حتى لو هم متقدمين باتنين يمكن في الماتش ده اتنين تلات لعيبه يطردوا ماتش امبارح ضربه جزاء يمكن واضحه وصريحه زي الشمس يمكن طبعا. تاني حاجه انا بعذر كابتن حسام طبعا مدرب مثل اعلى لينا كلنا يمكن
انت لعيب الاهلي ده قوام منتخب مصر، تخيل انت لاعب نادي الاهلي ساعات بيفكر طبعا خايف حد يتصاب، شايف اللي حواليه، دي برضك من ضمن العوامل اللي ممكن ولسه تبقى ساعده حتى في ماتش الاهلي والزمالك يمكن. وخلي بالك حتى المحترفين صعب شويه، ده حتى المحترفين يعني بتوعنا حتى برضو كابتن لازم يبقى رساله يعني برضو الزمايل ماتش الاهلي والزمالك، بس ده الراجل يعني هيلعب كاس عالم ممكن تحرمه منها. اي بس فالطبيعي ده عوامل مهمه جدا، يمكن في عوامل كتير بقى طبعا كابتن حسام علاء من ممكن ابقى يمكن حاسس ان انا انزل اكسب ثقه زايده لعيب دايما بيلعب برشلونه الزمالك وامبارح برضك يمكن امبارح برضك بالشكل ده انا ممكن ابقى مثلا خايف على نفسي، خايف اتعور، ودايما كل فرقه بيبقى ليها يوم، فرق العالم كلها كده، ممكن النهارده الدي اوف بتاعي اعوض بقى. هو مثلا دلوقتي النتيجه 2-2 بايرن ميونخ يتعادل وبيعقد الموضوع، بشكر زمالنا مع الفرقه دي لسه مع الفرقه دي لاخر دقيقه، يمكن فعلا ده اكبر مثال لينا يعني الفرقه دي، ما حتى لو ايه يمكن انت بتشوف ريال مدريد بيكسب الماتش اللي قبليه 3 بيروح يتغلب 3، انت فاهم لاخر دقيقه دايما المباريات الاوروبيه دي دايما احنا بناخدها عايز. بس احنا كلنا بنتمنى ان محمد صلاح يوصل الفاينل، عايزين ناخدها باي شكل، وريال مدريد يخسر باي شكل، يبقى مين بقى اللي يطلع مش يعني عمالين نحسب حسبه. انا بشجع ريال مدريد ماشي، لا النهارده محمد صلاح انا عايز ريال مدريد يخسر مصر، محمد صلاح مصر بس. هل بتحس بالفرحه لما اي انجاز بيحققه لعيب زي محمد صلاح؟ يمكن انا قلت لك فخر، انا شغال في مجال غير الكوره وشايف محمد صلاح في النجاحات دي، احاول في اي مجال احاول اجتهد عشان عايز اوصل، هو فخر لينا كلنا، فخر. شوف بيعمل ايه، ما شايف حول العالم كله الاتجاه للعيبه المصريه، طبعا ده لازم يركزوا في الحكايه دي. بس الهدف بتاعنا عن طريق الفريق الاول ما يقلش عن ليفربول وريال مدريد، طبعا بنتمنى محمد صلاح تاني وتالت ورابع وان شاء الله يبقى فيه كده. طب هل محمد عايز اسالك، وجود حجازي ورمضان صبحي واحمد محمدي من قبلهم ودلوقتي طبعا محمد صلاح وتريزيجيه في الاحتراف، هل ده بيدي لك مؤشر ان الموضوع انك تنجح في الاحتراف ما هوش بقى صعب زي زمان؟ طبعا يعني دلوقتي بقى غير زمان، بس هي اهم يعني طبعا اي حد حلمه ان هو يحترف بس عن طريق النادي الاهلي، يعني تبقى حاجه تبع النادي الاهلي فدي تبقى حاجه كويسه، وحلم اي حد طبعا ان هو يحترف يعني. طيب بالنسبه لك انت وزمايلك بتبصوا للي بيحصل، طبعا في لعيب محمد النني لازم برضه نشيد بيه لان لعيب من اللعيبه المهمين جدا سواء لنادي الارسنال سواء لمنتخب مصر، واللعيب اللي زي محمد النني يمكن ممكن الجماهير كلها ما تحسش بيه، بس مفيش مدرب الا ما هيكون محمد النني ده من اهم اولوياته لمركزه في الملعب، ولا ايه يا كابتن؟ طبعا في اماكن في الملعب بتبقى احنا عندنا في حسام عاشور يمكن من اميز اللعيبه عندنا في نادي الاهلي، ويمكن في لعيبه كتير، يمكن السارد باك عندنا في من الاماكن المظلومه، طبعا الشو دايما بيبقى مع المهاجم مع اللعيب اللي بيحرز اهداف، لكن احنا بصيتنا كمدربين او رياضيين مسؤولين طبعا بنفكر في كله، يمكن ممكن يبقى سيرد باك مميز عن 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 حد مثلا مهاجم او كده عشان موجود معنا محمد. لا طبعا طبعا. كابتن احمد سراج يعني بشكرك شكرا جزيلا وشرفتنا ونورتني، والف الف مبروك الفوز بالبطوله. الله يبارك فيكم ومتشكر على الاستضافه. محمد حسام المساك الصاعد الواعد ان شاء الله كده نشوف في الفريق الاول، وبشكرك يا حبيبي ودايما كده تنور. ربنا يخليك كابتن، انا مبسوط ان مع حضرتك ومقتنع النادي الاهلي طبعا. ده كانت فقرتنا، شكر موصول. خلينا نتكلم على كل الجهاز الفني، كابتن احمد سراج مدير فني، كابتن زكريا حسين مدرب عام، كابتن احمد ابراهيم مدرب حراس، كابتن محمد دكروري مخطط احمال، وكابتن سعيد بدوي، دول الجهاز الفني باكمله فريق 2000 وكل اللعيبه اللي شرفونا بالتتويج بهذه البطوله. احنا نطلع فاصل مشاهدينا واستقبل ضيوفي الكابتن خالد سليمان والكابتن احمد عبد الله، وهنتكلم عن حاجات مهمه جدا في قطاع والناشئين وبطوله روسيا. اوعى تروح بعيد، النادي الاهلي حديث.